حدث في أسبوع الثورة الأحد 30 من يونيو 2013. في مثل هذا اليوم من أسبوع الثورة احتشد ملايين المتظاهرين في الميادين الكبرى بالقاهرة وعواصم المحافظات رافعين الكرت الأحمر للرئيس الإخواني محمد مرسي في مظاهرات وصفتها وسائل الإعلام الدولية بأنها الأكبر في تاريخ مصر. وفي اليوم الموعود قال مصدر عسكري إن رسالة ملايين المتظاهرين لم تصل إلى القيادات الإخوانية بعد، ودعت حركة تمرد إلى العصيان المدني الشامل. ونظم الفنانون والمثقفون مسيرة انطلقت من مقر وزارة الثقافة بشارع شجرة الدر وصولا لدار الأوبرا، رافعين فيها قباقيب رمزية للسخرية من مصير الإخوان ورئيسهم. وحاصر آلاف المتظاهرين منزل مرسي في التجمع الخامس رافعين شعار ارحل يا فاشل، وعبر المتظاهرون عن غضبهم بإحراق بوابات مقر قيادة الإخوان بالمقطم. وتسابقت الصحف الأجنبية في طرح سيناريوهات تتوقع مصير مصر بعد 30 من يونيو، وتعددت المانشيتات: المصريون فقدوا الثقة في رئيسهم المنتخب، الجيش المصري لن يبقى صامتا لفترة أطول.